مو كل شيء بنتمسك فيه بيكون فيه فائدة لإلنا، ومو كل شيء اعتدنا عليه كمان ممكن يكون هو الأفضل. العلاقات الإنسانية من الأمور يلي بتخلق نوع من التوازن بحياتنا، هذا شيء مفروغ منه، ولكن أوقات بتقلب الموازين وبتصير العلاقة مع أشخاص معينين حملة تقيل. منقول يا رب نام فيه تكون هاي العلاقة خلصت من دون ما أنا بادر بإنهائها. ليش؟ لأنه أنا عم بتعب نفسياً وصحياً وجسدياً لما كمل بهيك علاقات. تماماً، وبنطلق عليها يا ورد العلاقات السامة المؤذية. طبعاً مو بالضرورة يكون هذا الشيء بس مع الزوج والأصدقاء، وكثير من الأشخاص والعلاقات الأخرى يلي ممكن نتعرض فيها لهذا الأذى من صديق حتى، وأي حدا ممكن يكون كمان من أهلنا. لهيك من الطبيعي إنه نحن ندور ونبحث عن حلول لحتى نتخلص من آثار هاي العلاقة المتعبة ونبدأ من جديد. ولحتى نعرف الطريقة الصحيحة صارت معنا بالاستديو الاستشارية النفسية والأسرية عزة كردي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بالمحبة. كثير من المشاهدين عم يتابعونا، ويمكن نحن بمرات من حياتنا منقول يا رب تنتهي هاي العلاقة اللي نحن عايشين فيها. هلأ ليش عم نتمنى تنتهي؟ لأنه نحن كتير متعبين فيها. ليش ما عم ننهيها؟ لأنه نحن يمكن كتير تعودنا عليها وما منتخيل حالنا بدونها. نعم. مزبوط كلامي إنه في ناس بيعيشوا هالصراع؟ أكيد. نحن اليوم بس بدنا نقول أول شيء بسعد صباح السادة المشاهدين واللي عم يشوفونا، أساس العلاقات إنه نحن نكون عايشين مرتاحين. ونحن دائما علاقاتنا بالحياه بتكون مبنيه على اساس من التفاهم، المحبه، الاحترام. ولكن اليوم بكون في عنا علاقات بالمجتمع، علاقات ضمن المحيط، ضمن مع الشريك العاطفي، مع الاهل، مع الاخوه، مع الاصدقاء، بكون فيها نوع من التعب. ليش بكون فيها نوع من التعب؟ ليش هي مثلا بتكون علاقه مو ناجحه؟ ممكن يكون في يعني الاطراف المشتركه بهي العلاقه ممكن يكون عندهم انه نحن ما بدنا نخسر هاي العلاقه. هي علاقه متعبه، ليش ما بدك تخسر هاي العلاقه؟ ممكن من وجهه نظر الشخص اللي عنده هاي العلاقه اللي تعبان فيها بس ما بده يتخلى عنها، ليه عده اشياء من خلال ممكن منا يعني يكون هو عنده تعلق بهاي العلاقه رغم انه هو تعبان فيها. خلص تعود. بالضبط. ممكن يكون عنده احتياج لهذا الانسان على خلينا نقول محور عادي بالنسبه لنا ويكون محور هام بالنسبه له. ممكن يكون عندهم فضول، هذا الشخص بحب انه يكون عنده فضول ومجاملات، ما حابب ينهي العلاقه لانه عنده مصلحه بالنهايه بكل وضع، يعني صراحه عنده مصلحه بهي العلاقه. مع هذا الشخص فما بدي انهي حتى لو تعبك هذا الشخص، بس انا في عندي مصلحه معك، انا بدي ضل بهي العلاقه. ممكن ناس عندهم كثير طيبه واخلاق وبيعتمدوا على المثاليه بالعلاقات، فبالتالي بيقول لك انا شايف هذا الانسان مو كثير عاجبني، بس اذا نهيت العلاقه هلا بدي يقول عني انا شايف حالي، انا انسان ما منيح، انا انسان يعني طباعي صعبه. ف عده اشياء وبنود تندرج تحت انه نحن ليه ما بدنا ننهي العلاقه، ونحن بنعرف تماما انه هاي العلاقه هي علاقه خلينا نقول مظلمه، او خلينا نقول عم بتسبب لنا اسى او نوع من انواع المشاعر السلبيه على جميع الاصعده. تماما. ممكن بعض الازواج يسببوا هاي العلاقات المؤذيه والسامه لكثير من الطرف المقابل لهم، في كثير من الاصدقاء، في كثير من الاهل، في كثير من الاخوه. طيب انا كيف بدي اعرف اني انا بعلاقه مؤذيه سامه عم تسبب لي اذى نفسي جسدي؟ ما في شغل، ما في حياه اجتماعيه، ما في انتاجيه بالعمل، عم تسبب كثير مشاكل لي. شو الدلائل اللي بتخليني المسها وفعلا انا لازم انهي هي العلاقه؟ نعم. هلا بدايه بدنا نفهم بس انه العلاقات وجدت لحتى يكون في لها رسائل. تمام. انا اليوم عندي شريك عاطفي، تمام، انا في عندي رساله من خلال هي العلاقه. كل نحن كأشخاص نحن موجودين بحياة بعض ليكون في عنا أدوار، كل مين حيأدي دوره. كل إنسان فينا لما بده يفهم هذا السيناريو بالحياة وبده يفهم هاي الحقيقة ويكون عنده هذا الارتقاء بالوعي، رح يفهم أنه كلياتنا نحن موجودين بحياة بعض دروس لبعض. فبالتالي لما أنا بدي أكون بعلاقة مظلمة إذا في عندي رسالة من خلال هاي العلاقة. هاي العلاقة زعجتني، شو هي الأشياء اللي أنا ممكن أشوفها؟ أنا بضل عندي توتر، ضل عندي انه انا عم ابرر تصرفاتي، بينخفض عندي ثقتي بنفسي لانه دائما عندي اتهامات ولوم من الشخص الاخر، ما بيكون عندي حريه التعبير عن رايي، خوف يعني من المجتمع. بالضبط، خوف من المجتمع، من القيل والقال. دائما انا مضطره انه بهاي العلاقه
امحي شخصيتي وامحي هويتي واصبر. بالضبط، هون بس انت لغيتي شخصيتك من اجل شخص اخر، شو ما كان يندرج تحت اي مسمى، شو ما كان موجود بالعلاقه، يعني اخ، صديق، اب، زوج، صديق. بالضبط، هون نحن هون صارت العلاقه خطيره. تمام. انه بدك تفتحي عيونك انه لا، هون في رسائل عم تجيني بدي افهم. تمام. هلا في مقوله بقولها انا انه بامثلتها تعرف الاشياء وتتضح. تعالوا نعطي امثله. نعم. لما بطلع مع شلة شباب أنا، نعم، وبعد ربع ساعة من القعدة بحس حالي متضايق بس أنا مجبور ضل معهم. نعم. ما بعرف ليش، فهي علاقة متعبة وسامة. لما بروح أنا مع خطيبتي وبشوف أنه تصرفاتها ما لها كتير منيحة بس أنا بسكت وبتحمل لأنه بدي ضل، ولما برجع على البيت بكون أنا مالي مرتاح. صحيح. فهي علاقة متعبة. صحيح. الزوجة مع زوجة وبالعكس كمان. تمام. ما بدي نتهم بس الأزواج هن اللي عم ينكدوا على زوجاتهم. ممكن أنا مع أهلي صراحة، أنا عمري مثلاً 21 25 سنة عايش مع أهلي، شخصيتي ما عم لاقيها مع أهلي، فهي علاقتي مع أسرتي علاقة متعبة. طيب. نعم. إمتى بدي أقول it's enough لهون وبس، أنا بدي استغني عن هالعلاقة، وشو الشروط لاستغنائي عن هالعلاقة؟ أول شيء بدك تقول stop من الآن، شو ما كان عمرك، لأي شيء أو أي موقف أو أي علاقة بتأذيك، ما في مقدمات لكلمة stop. أنا اليوم متضايقة من إنسان، ستوب، بكفي. طب بلكي ما بقدر استغني أنا؟ أنا ما فيني استغني، بس لكن أنا بوقف الأذى. بالنهاية الإنسان أي أذى نفسي، جسدي، معنوي حيجيك من خلال علاقتك بأي إنسان، أنت ما بالضرورة تنهي العلاقة. أوكي، العلاقة مستمرة، ولكن أنا بردع الأذى عني. يعني ما ليس من المنطق ومن المعقول أنه إنسان عم يأذيني وأنا لأني مثالية ولأني بحب أكون يقولوا عني لطيفة وعم بصبر وعم ضحي. نحن مهمتنا بالحياة مو يعني أنا اليوم لما بشوف قدامي شخص سيء، أنا مو مهمتي إني صلح هذا الإنسان، هو بيصلح لنفسه. تمام. بيجي يوم وبيصحى لحاله، بيكون عنده سيناريو معين بحياته، عنده تجارب بدي يعيشها بحياته. أنا مهمتي كإنساني واعية لما أنا بشوف هذا الإنسان عم يأذيني أنا أقول له ستوب. أنا لما بوقف الأذى عني، إذا أنا حطيت حد، يمكن لما عبر إنه أنا تعال أقول لك شغلة، أنا هيك 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 مالي مرتاح. بالضبط. أنت يا بتعدل يا إنه بالضبط، أنت اليوم عندك وعي لهذا الموضوع. في يعني نحن اليوم ما بدنا نفكر بس تفكير إنه والله منطقي، إنه عقلي، إنه يلا، بس أنا هون في شيء عم يغلي، مشاعري مخربطة، متضايقة، مزعوجة، عم ببكي، عندي حزن، في شيء مو ظابط، ليش لأتجاهل هذا الشيء كل ما إنه أنا عندي مصلحة يلا؟ لا، هذا له كثير تأثير. الجسد المشاعري عندنا اليوم بده يكون قوي متين لحتى يقدر يكون مع بقية الأجساد الأخرى جسد متكامل، عنده جسدنا يكون في صحة نفسية وجسدية يعني متوازنة حتى نقدر نكمل الحياة، ما نتعرض لا سمح الله لأمراض يعني. تماما. ومثل ما قلتي، جسدي هو ملكي، لازم يكون متعافي من جميع الأمراض لحتى فعلا يكون سليمة وصحيحة ضمن المجتمع أو حتى البيئة اللي أنا عايشة فيها. في حال أنا ماني حابة أخسر طرف من العلاقة، نعم، فيني إلجأ لاستشاري يساعدنا نحل الموضوع؟ تمام. ولا لا خلاص مثل ما قلتي إنه لا، ننهي العلاقة ونحط اللحد ونبدأ من جديد ونترك هذا الشخص، يعني يا بيتعافى يا أما بيضل محل ما هو موجود. شو رأيك كيف يكون التعافي؟ الشخص اللي بده يتعافى هو يمكن يتعافى لنفسه، بس وين رح يترك الأذى بالإنسان المقابل له؟ صحيح. فنحن اليوم عم نقول بهاي الفقرات تشافي العلاقات، أنا كيف بقدر إني أنا أتشافى من علاقة سببت لي أذى، عم تترك جروح وندوب عميقة. اليوم أنا كاستشارية، ولنفرض تفضلتي حضرتك سألتي، المفروض أنه نحن نتوجه للاستشاري لأنه مو غلط ولا عيب أنه نحن نستشير، نطرح بالضبط مشكلة. اليوم هو ممكن يحطك بأسس متينة واضحة، ممكن أنت تكون غايبة عن ذهنك، بوعي أو من دون وعي، بقصد أو من دون قصد، بنية صافية أو بنية غير صافية. نحن بنقول انه اوكي مثلا هذا المشكله هيك صارت، انت فيكي تعملي 1 2 3 4، ممكن انه نوجهها لبعض الاشياء. انت هي فيها تترك هاي العلاقه لما بده يكون في عندها قرار، لما بده تكون جاهزه. انا اليوم ما في عندي تشافي، ما بقدر ما اطلع من علاقه فوت بعلاقه اخرى تجيني نفس المشاكل، فوت بنفس الدومين. تمام. في تشافي بالعلاقات، بدي انا اشوف شو عندي مشكله، بدي استشير وبدي اتوجه في تقنيات وفي اشياء نحن لازم نفوت فيها لحتى انا اوصل لمرحله التشافي بالعلاقه. ممكن يكون في تشافي وانت ضمن العلاقه، ممكن انت ما تقدري تتركيها، بس ولكن انت عارفه شو عم يصير. فبالتالي هون هذا الموضوع كثير مهم انه انت تفوتي تتشافي من العلاقات حتى انت تقدري تكملي، لانه كل علاقه الى رساله. اليوم أنا إذا تركت هاي العلاقة من دون ما أفهم شو الرسالة اللي وراها،
حفوت بعلاقه اخرى وارجع انقل نفس القصه بشكل اخر. على فكره الاستغناء هو قوه، قوه بالاستغناء، انه انا مالي مضطر غير لرب العالمين. أكيد. وكل شيء بشري بالنهايه هو انسان يمكن الاستغناء عنه اذا ما عم كون مرتاح معه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لاستضافتك الكريمه. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك.